من الأسباب المهيجة والداعية إلى العشق هو قضية الفراغ عند الإنسان. فكثير من الناس لديه فراغ قاتل، بمعنى أن بعض الناس حينما يحصل عنده هذا الفراغ لا يذهب فيشغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو في أقل الأحوال في الأشياء المباحة، وإنما يشغله في النظر إلى الصور أو الذهاب إلى الأسواق أو الذهاب إلى الأماكن التي أستطيع التعبير عنها بأنها تفجر الغريزة والشهوة في النفس البشرية وتجعل الإنسان مهموما مشغولا مولعا بهذه الصور وبتلك الأشياء التي رآها. ولأجل هذا الوقت هذا محسوب عليك، فهو إما لك وإما عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن شغل الوقت: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها قال عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن عمره فيما أفناه. فيما أفنيت هذا العمر؟ هل أفنيته في طاعة الله؟ هل أفنيته في المباحات؟ أم أفنيته في المحرمات؟ ولأجل هذا ربما تكون الشرارة القادحة لقضية العشق في نفس كثير من الناس، سواء من الجنسين، يعني من الجنسين من الذكور والإناث، هي قضية إشغال الفراغ فيما يسخط الله جل وعلا، فيذهب مثلا يمينا ويسارا، أو مثلا من خلال الآن التقنيات الحديثة وهذه الشبكة، شبكة الاتصال وشبكة المعلومات، وربما دخل على مواقع إباحية أو تعمد النظر إلى صور فأخذت بشغاف قلبه وأصبح يعني متعلقا بها متجاوزا الحدود والأقطار في قضية التعامل مع هذه الصور ومع هذه الأشياء. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النظر. أنا ذكرت قضية الفراغ، الفراغ في الحقيقة قد يكون المظلة لمثل هذه الأشياء والقادح لمثل هذه الأمور، لكن على سبيل التجزئة وعلى سبيل الإفراد لمثل هذه القضايا، النظر أيضا من الأسباب التي في الحقيقة تقود إلى قضية العشق المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في قضية النظر وحذر من الاستمرار في قضية النظر. وبالنسبة لنظر الفجأة قال: لك الأولى وليست لك الثانية، بمعنى أن الإنسان لو وقع نظره أو بصره على شيء محرم خطأ ومن دون قصد، فإنه لا ينبغي له أن يعيد النظر مرة ثانية مستمرئا متلذذا متابعا تفاصيل هذه الأشياء. كذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في كتابه لما نهى عن الزنا؟ نهى عن وسائله، من ذلك قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن مسألة النظر من أخطر المسائل، ولذلك أحيانا يتعلق الإنسان بصورة معينة فتأخذ بكليتيه ويصبح يعني مهموما متعلقا متيما مع هذه الصورة، هي معه في حله وترحاله، هي معه في ليله ونهاره، هي معه في خلوته وجلوته، هي معه في سروره وغضبه، في حزنه وفرحه. وعلى حد قول الأول: أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الأمر الثاني ما يتعلق بالأمور المهيجة لقضية العشق المحرم هو السماع، السماع المحرم. كثير من الناس يتساهل في قضية السماع، والأول يقول: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فالسماع المحرم في الحقيقة أحد الأمور القادحة والمهيجة والمثيرة لقضية العشق، ولذلك ربنا جل وعلا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت ستسأل عن سمعك وستسأل عن بصرك وستسأل عن فؤادك يوم القيامة. خلق الله جل وعلا لك السمع والبصر والفؤاد وسيسألك عنها يوم القيامة، يسألك: هل استجبت لأمر الله جل وعلا أم وقعت فيما نهى الله جل وعلا عنه؟ ولذلك ربنا جل وعلا حينما خلق هذه الأعضاء وهذه الجوارح أمر باستعمالها في طاعته سبحانه وتعالى، ونهى عن استعمالها في معصيته سبحانه وتعالى. ولأجل هذا تكاثرت النصوص الآمرة
السماع الطيب والنهي عن السماع المحرم. ولذلك يعني سماع بعض الأشياء المحرمة هي في الحقيقة من الأسباب التي تقود إلى هذا العشق المحرم الذي نهايته نسأل الله العافية والسلامة نهاية خطيرة. ولأجل هذا هناك من الأشعار وهناك من الأغاني ما يفجر الغريزة في النفس البشرية ويحرك الشهوة ويثير ويحرك الماء الراكد في النفس البشرية، وهذا أمر مجرب. ولذلك كثير من هؤلاء الختلة ومن هؤلاء الذين هم أهل الريبة وأهل العرامة وأهل العهر، إذا أرادوا إغراء امرأة أو كذا أرسلوا إليها الأشعار التي تثير وتحرك الشهوة ليوقعوها فيما يسخط الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يمنع سمعه عن كل ما يسخط الله جل وعلا. هذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يمتنع عن سماع كل شيء، لا، الإنسان يستمع إلى الأشعار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعر وكان يحث على الشعر، لكن ما هو الشعر الذي كان يستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الشعر الذي يحيي الفضيلة في القلوب، هو الشعر الذي يعلي الإنسان، هو الشعر الذي يعني حينما يدخل إلى القلب يزيده خيرا إلى خير، لا تلك الأشعار الماجنة المحرمة التي تبعث على مثل هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة السماع المحرم، فقال كما روي عنه في السنن، قال: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، بمعنى أن الإنسان يجازى من جنس عمله. فكما أنه استمع إلى الأمور المحرمة ولم ينتهي عن ذلك، فكان جزاؤه أن يصب في أذنيه الرصاص المذاب، نعوذ بالله من ذلك.